انت اتعرفتي عليه ازاي منا، ولا جبتي ازاي المشهد ده؟ هو كنت رايحه بعمل تقرير عشان عيد الام في وسط البلد، فبالتحديد عند جروبي، المنطقه اللي عند جروبي دي، فلقيته ماشي، طفل ماشي ومعاه 5 كلاب. فلفت نظري طبعا هو ماشي مع 5 كلاب ماسك علبه كشري، فقلت يعني اكيد هم ملمومين عليه عشان هو معاه اكل. فلقيته لا، لفت نظري ان هو واقف هو ماشي، هم مشوا بيلفوا حواليه، اي حد يجي يعدي من جنبه مثلا تحس ان هم هيفردوا، يعني يعني بيفردوا كده حاليا ماشيين مصاحبينه. كانوا بيدافعوا عنك ولا ايه؟ فعلا كانت بتيجي تقعد تضايقني، الواد بقى اللي بيجي يقعد يخش عليا ويقول لي طلع الفلوس اللي معاكم مش عارف ايه، اول لما بيشوف الكلاب معايا يروح طالع يجري يخاف، الكلاب تطلع تجري وراه، اقل كلب صغير يخليه يجري خالص يخاف منه يطلع يجري. وكان في عيال بتقول لك هات الفلوس اللي معاك وانت مين وكده برضو كانوا عايشين في الشارع، كنت بطلع اجري منهم واخش عند حاره الكلاب، اول لما الكلاب تشوفوه تطلع تجري وراه جري عشان عارفينك انت. على طول يعني مثلا لو عايز اخليهم يحبوا حد ويهزروا معايا وكل حاجه يلعبوا معايا ويهزروا، لكن لما بيقلبوا ما بيصدقوا بقى، يمسكوا من الرجل اكتر حاجه عندهم. هم اكتر حاجه عندهم يمسكوا من الرجل على طول. كملي منه وبعدين على حصل ايه؟